السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شهر مبارك علينا وعليكم احبتي المشاهدين اخر جمعه من شهر رمضان المبارك هي يوم القدس العالمي هذا اليوم الذي يجتمع فيه المسلمين جميعا بل الاحرار والانسانيه جميعا لاحياء هذه الذكرى وهذه المناسبه لكي تعود للواجهه وتستذكر الامه الاسلاميه القدس ومسجد الاقصى لكن السؤال الذي يتبادر الى الذهن بشكل مباشر ما الذي استفدناه من القدس ويوم القدس نحن خصوصا العراقيين؟ ما اهميه القدس لدينا؟ آه لا سيما نحن اصحاب تجربه ليست تجربه جيده مع الفلسطينيين. هذا ما نطرحه اليوم في هذه الحلقه بصحبه ضيفنا عبر الاقمار جناب الشيخ عامر البياتي الناطق الرسمي لدار الافتاء العراقيه. ارحب بكم. أجمل الترحيب وأرحب بضيفي سماحة الشيخ عامر البياتي حياك الله وبياك أهلاً وسهلاً ومبارك لك هذه الأيام والليالي المباركة حياك الله وبياك أقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكراً جزيلاً وشكراً لقناتكم المبجلة وأقدم الشكر الجزيل لشخصك الكريم سماحة الشيخ عمار البكيكي سائلين المولى العلي القدير أن يجعلنا من عتقائه من النار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. وسائل المولى العلي القدير أن يجعل هذا الشهر شهر أمن وأمان على العراقيين وعلى الأم وعلى أمة العرب والمسلمين كافة. وشهر نصر مبارك بإذن الله. والنصر نعم. سيكون قاب قوسين أو أدنى لأهلنا وإخوتنا في فلسطين الحبيبة. حيو. نبدأ إن شاء الله على بركة الله سمحت شيخ بعد أن نأخذ فاصل قصير. أحبتي أذهبوا إياكم إلى فاصل وأعود لأبدأ هذه الحلقة. ابقوا معي. حياكم الله مره اخرى اهلا وسهلا ومرحبا بكم، عدنا لنبدا هذه الحلقه، ارحب بكم مره ثانيه وارحب بضيفي سماحه الشيخ عامر البياتي الناطق الرسمي لدار الافتاء العراقيه. سماحه الشيخ ما هي اهميه القدس ومحوريتها لدى المسلمين؟ اهميه بيت المقدس والقدس الشريف والمسجد الاقصى وفلسطين عموما فهي قلب العروبه النابض وقلب الاسلام في هذه المدينه يتعايش اهلها معايشه سلميه ما بين هذا وذاك اما القدس اهميتها في قلوب العرب والمسلمين هي لها الحظوه القصوى في قلوب المسلمين لأننا نتلو قول الباري عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام باركنا حوله لنريه من آياتنا وكذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يخبرنا وهو الصادق المصدوق عن الثلة العظيمه في بيت المقدس وقال لا تزال طا ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك قيل وأين هم يا رسول الله قال في بيت المقدس وأكناف في بيت المقدس إذا للمقدس هم في عظمة ما موجود في قلوبنا لأن محبة بيت الله تبارك وتعالى من الامور التي نعرفها فقهًا وعقيدة واسال الله تبارك وتعالى ان يعيدهما لحضاض الاسلام والمسلمين جيد سمحت شيخ لماذا القدس صارت محورا ما هي حاله حال بقيه المقدسات يعني لماذا صارت محور وصارت جوهر والى اخره كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في بدايه الدعوه كان يصلي الى بيت المقدس ولكن الله تبارك وتعالى قال فلنولينك قبله ترضاها فوجهه الباري عز وجل الى البيت الحرام بمكه المكرمه ان تكون هذه القبله ولكن يبقى بيت المقدس باذن الله تبارك وتعالى من اعظم المقدسات الثلاثه الا وهو مكه المكرمه ومسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في مدينته وكذلك البيت الحرام فالله تبارك وتعالى جعلنا من الذين يؤمون وجوههم في الصلاه خمسه اوقات او اكثر الى مكه المكرمه ولكن القلوب لا تزال باقيه مع بيت المقدس واكناف بيت المقدس واذا حدثت مسلما عن القدس الشريف ترى أنه جسده يخشع ويخشعر البدن من الموقف الذي هو الآن فيه ألا وهو تحت نير الاحتلال الصهيوني إيه؟ الذي سفك دماء العرب والمسلمين بدم بارد هي هي حرب هي نعم. حرب بالنيابة نعم أمريكا حرب. تحارب وغيرنا يحارب نعم جيد إحنا شنو غرض أقول وبالله التوفيق قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم حاشاك أنا أعرف أنه في سؤالك الاستفزازي هذا تريد أن تخرج ما في خبيئتي دكتور عفوا سمحت شيخ أنا أطرح ما يطرحه البعض ليس نعم ليس نعم بالضرورة ما اطرحه من نعم من المتبنيات لا الفكرية، لا لكن لا لا ما يدور عند بألسنة البعض المغرض والمريد وحتى عفواً على التعبير حتى المغفل الذي استغفله الإعلام يطرح هذا الطرح. نعم بها ونعمه وسأجيبك بإذن الله تبارك وتعالى بلسان عربي فصيح إننا نقاتل. عن قضية مصيرية نقاتل عن حق مغدور مغتصب وشتان ما بين يدافع عن الحق ومن يدافع عن الباطل نقاتل لناخذ بدل هذا القتال والاستشهاد وإراقة الدماء والعوق والجروح العميقة جنان عدن أُعدت لعباد الله تبارك وتعالى المجاهدين الذين يجاهدون في الله حق جهاده ويرمون اعادة هذا المكان العظيم الى مكانته والى شعبه والى اهله يقاتل اشرس ما موجود من عدة وعتاد ولكنهم ولكن رجالهم رجالهم يقاتلون من الباطل ويموتون الى باطل ويزفون شهداءنا بفضل الله عز وجل الى المقابر بالتهليل والتكبير والتحميد ويقول يا رب احدهم اولياء امره يقول يا رب هل رضيت عنا يا رب اعطيناك فلذات اكبادنا هل انت راض عنا والله يا رب سنضحي حتى ترضى عنا وشتان ما بين الذي يحمل الجنسيتين ويهرب الى البلد الاخر الى معواه الاول ويترك تلك العقيده الفاسده الكاسده نعم. انهم يريدون قتل العرب والمسلمين بشتى الوسائل نعم سمحت الشيخ عفوا اخر جمعه من شهر رمضان اطلق عليها عنوان يوم القدس العالمي نعم. لو تحدثنا عن هذا العنوان وعن هذه المناسبة أقول بالله التوفيق لا يزال المسلمون بفضل من الله تبارك وتعالى يذكرون بيت المقدس ولكن حينما يذكرون بيت المقدس ترى الدخان يخرج من أنوفهم حزنا على ما فقدوا وحزنا على ما هم عليه من موقف متخاذل من العرب لنا اخوة في انفاق غزة وفي تلك الانفاق يقاتلون وخذلهم اهل النفاق انصرهم نصرا يملا الافاق بحق اسمائك الحسنى وبحبنا لحبيبك المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وسلم فشتان يا شيخ عمار من يقاتل على عقيدة ومن يقاتل على عقيدة فاسدة كاسدة يريدون بها الدنيا أما نحن نريد الآخرة اشترى الله تبارك وتعالى من المؤمنين أنفسهم لهم الجنة يقتلون في سبيل الله وهذا مثلهم في التوراة والإنجيل ذكرهم الله تبارك وتعالى في المنزلة ولكن القدس تبقى عظيمة في قلوب وضمائري وقلوب وضمائر وجدان العرب والمسلمين في أنحاء الأرض جميعا وليس في العرب فقط نعم. ولو أن العرب الآن حكام العرب خذلوا أهلنا في فلسطين ولكن الله سينصرهم لأن الله تبارك وتعالى قال في محكم كتابه الكريم حكما عظيما إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وماذا عن الرجال؟ قال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل سماحة الشيخ من الذي أطلق على هذا اليوم يوم القدس وحث عليه نعم المسلمون بفضل من الباري عز وجل في كل عام وفي الجمعة الأخيرة من كل عام يكون كان لهم وكان وسيكون لهم يوما باذن الله تبارك وتعالى والذي سيوافق يوم غد الجمعه في ارجاء المعموره يوما خاصا بيوم القدس هذا اليوم ترتفع اصوات الغياره والنشامه من اهل الحل والعقد في شعوب والمقاومه الاسلاميه والمجاهدين في كل مكان يرفعون أصواتهم ودعاءهم إلى الله تبارك وتعالى في هذا اليوم بنصرة أخوتي أخوتنا وأهلنا في فلسطين وكذلك أن يديم علينا نعمة البقاء على هذا الدين وعلى هذا الإيمان لقد أطلق الإمام الخميني رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة الجمعة الأخيرة من كل عام في شهر رمضان يوما أسماه يوم القدس العالمي وكنا قد حضرنا يوم امس احتفاليه كبيره في هذا المجال والله سبحانه وتعالى سيرى منا ما يرى ما يسر اخواننا واهلنا في فلسطين اننا نساندهم وسيبقى هذا اليوم يوم القدس العالمي خالدا في ضمائر وقلوب ووجدان العرب والمسلمين حتى وان تحررت القدس الشريف برمبتها من براثن الصهاينه المجرمين سيبقى هذا اليوم خالدا ما خلد الاسلام والمسلمين. جيد, جيد. سماحه الشيخ ما هو الموقف السني الرسمي من الاحتلال ومن التطبيع ومن القدس بشكل عام موضوع قضيه القدس؟ اقول بالله التوفيق الذي يشار اليه بالبنان ان موقف اهل السنه عموما واهل السنه والجماعه خاصه انهم رافضين لكل اشكال المعاهدات والتطبيع مع الكيان الصهيوني وتبقى قضيه فلسطين هي القضيه المركزيه والمحوريه في فكر ومسمى الايمان عند اهل السنه والجماعه في عموم البلاد وخاصه اخص منهم من, من العراق لاننا جزء لا يتجزا من هذه المنظومه التي يكون ارتباطها برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وبالسلف الصالح من هذه الامه لان الله تبارك وتعالى يرانا من سابع سماع ويرانا وهو الذي يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور ونقولها علنا معلنين امام الخلق وبمسمع من الخالق اننا نرفض التطبيع مع الكيان الصهيوني وكل كل اشكال المعاهدات مع الكيان الصهيوني المجرم لاننا اصحاب حق وهم اصحاب باطل فهل رايت فهل رايت ان اصحاب الحق يتنازلون عن حقهم لا والذي رفع السماوات بغير عمد اننا باقون على العهد وباقون على هذه العقيده الشيخ. وباقون باذن الله تبارك وتعالى على امر عظيم الا وهو عم. التمسك بكتاب الله تبارك وتعالى وبسنه رسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وسلم الذي قال عنه وان تطيعوه تهتدوا جيد سمحت شيخ هناك بعض الفصائل فصائل المقاومه اعني تدعم آه آه الاخوه المجاهدين والمقاومين في فلسطين ما هو موقفكم وانتم المرجعيه الاعلى في العراق للسنه المرجعيه الاعلى لسنه العراق ما هو موقفكم من هذه الفصائل الداعمه للمجاهدين في فلسطين؟ اقول وبالله التوفيق موقفنا واضح جلي وليس بمشكل خفي اعلناه امام الخلق جميعا في بيانات صدرت من دار الابتاء العراقيه وبامضاء سماحه مفتيها الشيخ الدكتور العلامه مهدي بن احمد الصميدعي رعاه الله تبارك وتعالى وجعله خيمه على رؤوسنا وما ذلك على الله بعزيز موقفنا باذن الله تبارك وتعالى من هذه المساله انها مساله جوهريه ومساله محوريه ومساله لا نتنازل عنها ابدا ونحن كدار ابتاء عراقيه في طليعه اول من شارك بوقفه على الحدود مع اخوتنا واهلنا من ابناء المقاومه الاسلاميه ومكثنا في الحدود لاكثر من 21 يوم بفضل الباري عز وجل معهم ليلا ونهارا وشاركنا في كل محافل الفعاليات التي كانت هناك مع اخوه لنا من المجاهدين واخوه لنا من المقاومه الفلسطينيه وعلت اصواتنا في ذلك اليوم ليلا ونهارا في تلك الايام ليلا ونهارا في سماء المنفذ الحدودي بين جمهوريه العراق والمملكه الاردنيه الهاشميه، اسال الله تبارك وتعالى ان الدنا بمدد من عنده. اما نحن فبفضل من الله تبارك وتعالى ساندنا القضيه الفلسطينيه وساعدنا هم بفضل الباري عز وجل بالمواد الغذائيه والعينيه وسنكون في مقدمه الركب ان كان هنالك ركبا سيخرج لتحرير بيت المقدس واعلموا علم اليقين ان الذي سيتقدم هذا الموكب هو سماحه المفتي وبشيبته رعاه الله فيتقدم الصفوف وسندخلها فاتحين باذن الله تبارك وتعالى مكبرين ومهللين وسنصلي صلاه النصر في المقدس وفي بيت المقدس وكذلك في المسجد الاقصى والله ولي ذلك وما ذلك على الله بعزيز. سماحه الشيخ يعني هذه صوره لطيفه، هل تعتقد معي ان يوم القدس وان القضيه الفلسطينيه هي مما يساهم في وحده ورص صفوف المسلمين يعني عنصر اساسي في وحده المسلمين جميعا ونبذ الطائفيه والخلافات والفرقه هي يوم القدس والقضيه الفلسطينيه بشكل عام. والله يا اخي الفاضل سماحه الشيخ عمار ان لم نتوحد في قضايانا المركزيه فلا بارك الله فينا جميعا. ها سترى يوم غد بإذن الله تبارك وتعالى كيف ستنطلق جموع العراقيين في في هذه البلاد في بغداد وفي كافة المحافظات وفي بغداد خاصة ولنا وقفة بإذن الله تبارك وتعالى من بعد صلاة الجمعة في مسجد جامع أم الطبول مقر دار الإبتاء العراقية اسمها وقفه يوم القدس الشريف وهو يوم القدس العالمي وسنكون باذن الله تبارك وتعالى مناصرين لهم ما استطعنا لان الله تبارك وتعالى قال: واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين لا تعلمونهم الله يعلمهم سنقف باذن الله تبارك وتعالى وقفه عز وشموخ ومناصرة لأهلنا في فلسطين كافة جيد سماحة شيخ البعض البعض يقول ما الذي استفدناه وانتفعناه نحن العراقيين من فلسطين ومن القضية ومن قضية المسجد الأقصى من الأربعينات وإلى هذا اليوم نقدم تضحيات وما إلى ذلك والمقابل يرجع إلينا بأحزمنا وسيارات مفخخه وعبوات. اقول وبالله التوفيق ان هذا الفكر الذي تكلمت عنه هو فكرا ممتدا من عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى يومنا هذا. فمقاومه هؤلاء ومواجهتهم تركناها لاهل الحل والعقد من ابناء قواتنا المتحدثين. وكذلك ابناء الحشد وكذلك ابناء العشائر العراقيه يتصدون لهم بما اعطاهم الله تبارك وتعالى من قوه ونحن عند تقبل ايديهم عند اللقاء اما الفكر فاخذناه على عاتقنا بمقاومته مقاومه شريفة مقاومة ندحض بها الباطل ونعلي فيها الحق لأن كلمة الحق هي العالية وكلمتهم هي السفلى وأن الله تبارك وتعالى سينصرنا إن نصرنا الحق ولا يزال هذا الأمر موجودا في دار الإبتاء العراقية ومن خلال توجيهات ولقاءات سماحة مفتي جمهورية العراق مع الوفود وكذلك في الجلسات الخاصة وفي المؤتمرات اننا اخذنا على عاتقنا محاربه هؤلاء حربا فكريه اما ابناء الغياره والنشامه ولد الملحى فهم اهلا باذن الله تبارك وتعالى لملاقاتهم وارخص الدماء والارواح والانفس فطوبى لهم ورحم الله شهداءهم وشافى جرحاهم وعافى مبتلاهم والله نقول لكم يا ولد الملحى انتم ما قصرتوا الحمد لله الحمد لله هل ما قصرت ورفعت رؤوس العراقيين عاليا الحمد لله يا عوائل الشهداء انجبتم هؤلاء الابطال وانت كنت معي قبل ثلاثه ايام في احتفال تكريمي لعوائل الشهداء وراينا ما راينا منهم من بساله وصبر وحملت لهم تحيه وسلاما من لدن سماحه مفتي جمهوريه العراق تملاها الصبر والمصابره والقيت كلمه في حضراتكم وانتم كنتم من الذين يجلسون معنا في تلك الليله نعم. المباركه ونحن لا نزال على العهد باقون والله ان الذي سيصيبنا اكثر باذن الله تبارك وتعالى وقبل ان يصيبكم نعم. نحن اهل العزه والكرامه ونحن اهل الشهامه والله تبارك وتعالى جعل من هؤلاء العراقيين بفضل الباري عز وجل مشاريع للاستشهاد نعم سمحت شيخ البعض يقول ايضا خو انتم شنو فرقكم عن صدام حسين اجل الله السامع من هالاسم هذا صدام صدع رؤوسنا 35 سنه القدس والقدس وانا ضربت 39 صاروخ وانا اللي اضرب 40 صاروخ يعني ما هو الفرق إذا صداك صدام وبعدين يعني ما قدم شيء وأنتم الآن أيضا جاء صدعون رؤوسنا نفس القصة بالقدس أقول بالله التوفيق الله تبارك وتعالى أراد منا وقفة وقال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم العبرة في النتائج العبرة في النتائج والعبرة بما ستكون عليه من مقدسات وقيم تلك الثلة المؤمنة التي تقاتل في سبيل الله لرفعة راية الإسلام والمسلمين سمعناها كثيرا وقالوا أن هذه المعركة هي معركة شيعية صهيونية الشيعة هم الذين يقاتلون فماذا انتم؟ لماذا تشتركون؟ لماذا لماذا؟ فاخرسناهم بفضل الباري عز وجل بمواقفنا وقالها علانيه سماحه مفتي جمهوريه العراق الشيخ الدكتور العلامه مهدي بن احمد الصميدعي وما نطقت به في محافل القنوات الفضائيه والشاشات العربيه والعالميه اننا جزء لا يتجزا من هذا الشعب العظيم فالشعب العراقي مشهود له لقد حررت القدس اربع مرات بايدي عراقيه وستحرر الخامسه بايدي العراقيين وفي مقدمه الصفوف التي ستقاتل وتجعل من بيت المقدس مناره ويكبرون فيها باذن. يرفعون الأذان ويصلون فيها صلاة صلاة الشكر كما صلىها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في البلد الحرام سماحة شيخ الحرب هي حرب بالنيابة من جانب أمريكا تحاول توسعة نفوذها وإيجاد بديل عنها في المنطقة فأوجدت ودعمت بكل قوة دعمت إسرائيل ليكون بديلا عن أمريكا بالمنطقة ومن جانب آخر إيران هي تحاول نشر نفوذها بالمنطقة أو زيادة نفوذها بالمنطقة فهذه الحرب حرب إيرانية أمريكية هكذا يصور البعض فما لنا وإيران وأمريكا سبحان هذا الله. البعض البعض انا حتى اباوع بعض القنوات القنوات الصفراء سمى الطوفان الاقصى اللي هو كله عزه وشرف ورفعه للمسلمين سميته طوفان قم طوفان شنو؟ طوفان قم ها طوفان قم بل فما لكم انتم ابناء السنه وطوفانكم؟ اقول بالله التوفيق ما زال هنالك افقا واسعا عظيما نتفق عليه الا وهو شعار الاسلام والمسلمين ونتفق مع الجميع على هذا الشعار العظيم الذي هو مفتاح الدخول الى الاسلام. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله فبهذا العمق وبهذا العفق وبهذه العقيده نجتمع على قتال عدونا باذن الله تبارك وتعالى طيب القتال قتال الشيعه ضد الصهاينه طيب وانت اين وانتم اين اين موقعكم يا من تقاسعتم تقاعستم اين انتم اين انتم قولوا لي بربكم اين موضعكم وما هي الاشاره التي تركتموها وما هي البصمه التي بصمتموها على ارض القتال ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم ان انتم لم تنصروا الله فاستبدلكم الله تبارك وتعالى بقوم اخرين رغم انوفكم ينصرون اهل الحق كائنا من كان اليس الشيعه بالمسلمين؟ اليسوا من اهل لا اله الا الله؟ اجيبوني بربكم اجيبوني ان كان هنالك جوابا من عندكم ان كان لي لكم لسانا فصيحا اجيبوني ما من جوا نقولها هم اهل لا اله الا الله محمد رسول الله هنالك مسميات شيخنا كثيرة البعض يكفر السنة البعض الآن عندنا من الشافعيه والمالكيه والحنابله وغيرهم شيخنا البعض يكفر يكفر الشيعه ويقول هذا طوفان شيعي وشيعه كفار الله اكبر من اين له هذا هذا زيارة هذه التسميات زيارة القبور من قال و... لاخيه يا فقد و... باع بها احدهما والا حارت في السماء فان لم تجد مكانا نزلت عليه التكفير فهم التكفير حكم اما انزال الحكم فشيء اخر فالكل منا فليتق الله في نفسه بادئ ذي بدء وبالآخرين لماذا ترفعون عقيرتكم على الشيعة بالتكفير من أين لكم هذا من أين لكم هذا زيارة هل فيها من أثارة من علم هذا الرجل هذا الرجل الذي أدخل على المأمون قال ما الذي أخرجك علينا قال آية تأولتها في كتاب الله قال وما هي قال قول الباري عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال ومن أعلمك أنها منزلة قال إجماع الأمة قال فبما رضيت بإجماعهم بالتنزيل فرض بإجماعهم بالتأويل وها هو الإمام الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى أبي عبد الرحمن حينما فسر كتاب الله تبارك وتعالى في كتابه أسماه أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن وصل إلى هذه الآيات الثلاث في سورة المائدة ومن, لحكم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ماذا قال هذا الامام الجهبذ قال اختلفت العبارات لاختلاف الاعتبارات اتقوا الله في انفسكم ماذا ستقولون لربكم يوم القيامه ان اوقفوكم يا رب سلم لا نقول غير هذا البعض يتذرع انا الان يعني الكلام جرني الى هذه النقطه ولكن البعض يتذرع لتكفير الشيعة زيارة الأضرحة والدعاء عند الأضرحة والبناء وعبادة القبور وما إلى ذلك هذه الدعاوى أن الشيعة يقولون بالتقية وما يعني هذه طرق التكفير كثيرة جدا يا أخي حتى السنة عدم تورية يعني بس الشيعة عدم تقية والسنة عدم تورية <applause> يعني احنا زايدين عليك الله يرضى تقريب. عليك اسمع من عندي الله يرضى عليك الامام الشافعي رحمه الله تبارك الامام مالك عفوا الامام مالك لما ساله المامون ماذا تقول ماذا تقول في القران والانجيل والزبور والزبور والقران هؤلاء أربعتهن مخلوقات فأشار إلى أصابع يده هذا أسلوب من أساليب التورية يعني هو كان, كان يقصد أصابع يقصد الأصابع ولم يقصد الكتب الأربعة فهم الخليفة فهم الخليفة كان يفهم أنها الكتب منزلة مخلوقة فعفى عنه وأخرجه أها وبقي الامام احمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى على موقفه قال القران منزل غير مخلوق فدخل عليه محمد بن اسحاق المروزي قال يا امام يا امام وهو كان شيخه قال يا امام قلها وخلص نفسك من العذاب سيقتلوك قال انظر خلف النافذه انظر من النافذه ماذا ترى فحينما شرف على النافذه راى رؤوسا عليها العمائم وبيدها القرطاس والمحبره وهم يسجلون ما تتفوه به كلمات الامام احمد ما يتفوه به فم الامام احمد من الكلمات قال وتريدني ان اضل هؤلاء والله ان قتل نفسي اهون علي من ان اضل هؤلاء القران منزل غير مخلوق حتى نصره الله تبارك وتعالى. حتى نصره الله تبارك وتعالى نصرا مؤزرا. جيد سماحه الشيخ نعود الى الى موضوع القدس. لماذا هذا الموقف الكبير للمسلمين من القدس وليس ولا يوجد موقف بهذا المستوى من سوريا؟ ما هي نفس الاحداث، سوريا فيها مقدسات وفيها مسلمين وكان المسلمين ينادون ايضا يا مسلمين ايوا مسلمه من سمع مسلما ينادي مسلماه ولم ينصره فليس بمسلم هذا نداء كنا نسمعه في سوريا لماذا لم يتخذ نفس هذا الموقف بنفس الشده في سوريا يعني من اين الموقف التتريد يا شيخ عمار وضح لي بعد اكثر وكن صريح معي حتى اكون صريح معك واجيبك بالمباشر لا خوفا ولا طمعا سماحة الشيخ احنا عندنا موقف مؤيد بج... يعني بتمام التأييد لإخواننا المسلمين في فلسطين. نعم ليش ما عندنا نفس هذا الموقف لفصائل الم... أو أنا ما أعرف عندنا أو ما عندنا فعلاً. هل يوجد هكذا موقف لنصرة المقاومين في سوريا؟ ما هي نفس القاعدة ونفس يعني نفس الوضع هنا مسلمين هنا مسلمين. هنا مقدسات هنا مقدسات أي مقاومين الله يرضى عليك بس فهمني أي مقاومين فصائل المقاومة الإسلامية في سوريا ما هي نعم نفسها اللي جاءت قاتل في القدس نعم أقوله بالله التوفيق من المؤمنين رجال صدقوا معاهد الله عليه الآن يقاتلون وهم صيام الآن يواجهون أشرس آلات الحرب بقوة وصبر ومصابرة نحن ندعو لهم بالثبات والنصر المبين ونتلو قول الباري عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى نقول اللهم سدد رميهم اللهم قوي عزيمتهم أما أولئك الذين يطعنون في المقاومة الإسلامية فأقول هذا الطعن مردود عليكم لأننا بفضل من الله تبارك وتعالى نعلم ماذا نعمل ونعلم أين نكون وكيف نكون وأن وبفضل من الله تبارك وتعالى نعلم عدونا علما جيدا أين هو وكيف نقاتله أما أنتم تقولون هكذا وهكذا وغيركم يقولون هكذا فهذا هواء في شبك والقافلة تسير بفضل الله تبارك وتعالى ولا يهمها من كان نافخاً بغضب سمحت أو شيخ نافخاً بسم على أبناء المقاومة سمحت شيخ الاعتداء من المسلمين الأرض لليهود وليست للمسلمين القدس تأريخاً هي لليهود أنتوا اجيتوا يا مسلمين وقعدتوا بالقدس <applause> الآن من حق اليهود يطلعوكم من عنهم ويرجعون الأرض لأهلها أقول بالله التوفيق عليك أن تفرق ما بين الصهاينة وبين الإسرائيليين وبين اليهود من اليهود من عاش بسلام مع المسلمين ومع المسيحيين في ارض فلسطين المحتله. اما اولئك الذين الان هم على دافه قياده دوله الاغتصاب الصهاينه المجرمين فهؤلاء هم شراذم جاءوا بهم من شتى بقاع الارض ليكونوا اداه في توفير الامن والامان لامريكا. ولم ارى مثل الصهاينة اغبياء لا ورب الكعبة لم ارى مثلهم اغبياء فالغباء هو علامتهم الواضحة لانهم يسفكون دماء ابنائهم بايديهم ويخربون بيوتهم بايديهم وبايدي المؤمنين كما قال الباري عز وجل الارض فلسطينية ويعيش عليها اليهودي المسالم والمسيحي المسالم والمسلم المسالم. متى انشئت دولتهم؟ متى انشئت هذه دوله الاغتصاب؟ دوله الاحتلال عدوه الانسانيه التي تقتل الصغار والكبار بدم بارد بقصف لأنهم لا يستطيعون مواجهة أبنائنا والله نقول لكم يا صهاينة يا مجرمين لقد أعددنا لكم رجالا لا قبل لكم بها وهم الرجال الذين تقبل أيديهم عند اللقاء وهم يعشقون الشهادة في سبيل الله كما أنتم تحبون الحياة وتحبون ملذات الحياة جهزتم أبناؤكم الصهاينة المجرمين أعتى قوة سلاح في الأرض وها هي معكم أمريكا وبريطانيا وفرنسا ومن لف لفهم أكثر من سبعة عشر دولة تقصف من البحر على غزة وصهاينة المجرمين يقصفونهم بالمدفعية والطائرات من هو الذي بقى على الأرض؟ أبناء غزة لا يزالون على الأرض يودعون أبنائهم والرجل يودع العائلة بكاملها ويقول يا رب هل أنت راض عنا والصهاينة المجرمين يهربون من فلسطين ملأوا المطارات ملأوا المطارات جيد والله يا أبناء فلسطين والله إن كنتم في مقربة من عين جباهكم وقبلت أيديكم سمحت إحدى النساء ما لا تقول يا شيخ عمار لو سمحت لي تقول نحن نحن انجبناكم لتكونوا شهداء لا تكونوا حمله شهادات انجبناكم وهذه هي تربيتكم اما ان تكونوا صابرا عتيدا اما نصرا او شهاده ازفك الى مقابر الشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل أحياء ولكن لا تشعر هذه هي عقيدة العرب والمسلمين في فلسطين الحبيبة وأولئك إلى نار جهنم وبئس المصير أبناؤنا بفضل الباري عز وجل هل تعلم أن لهذه الساعة أن المقاومة الإسلامية لم يدخلوا أكثر من ثلث مقاتليهم؟ أكثر من ثلث مقاتليهم ما دخلوا لحد هذه اللحظة إلى ساحات القتال فكيف إذا دخل الثلثين الآخرين أين سيكون الصهاينة المجرمين جيد. طيب أين يكونون إذا دخلوا العرب معهم المسلمون ما هي النتيجة والله سيغسل هذا العار بعيد الأبطال ان شاء الله والله انكم تقاتلون نيابه عن امة امتين بكاملها امه العرب والمسلمين فطوبى لكم وحياكم الله ورحمه على بطون اللي نقرتكم. جيد سماحه الشيخ البعض يقول الفلسطينيين هم اللي باعوا جيعانهم للاسرائيليين والجماعه مشترين جيعانهم بفلوسهم. شنو المشكلة؟ هم اللي باعوا قاعهم. أقول بالله التوفيق. باعوها يرجعون ياخذوها. أقول بالله التوفيق. الهاقانة عملت ما عملت في فلسطين عندما دخلت. قرى بكاملها جرفوها وأخرجوا أهلها بالقوة ويأتي الصهيوني ويدق الباب على الفلسطيني وقول له اخرج هذا بيتي وليس بيتك كيف هذا يكون هل يكون هذا ببيع هذه دعايه امريكيه صهيونيه بثوها في اذان المسلمين والعرب لكراهيه الفلسطينيين تمام أه سمحت شيخ البعض يقول انتم الذين <applause> ابتداتم الحرب النار كانت تحت الرماد والفتنه نائمه وايقظتموها بطوفان القدس فعليكم ان تتحملوا توابع هذا الايقاظ. نعم. من عام 48 الى يومنا هذا هل كان وقفا حقيقيا للقتال بين الصهاينه والعرب والمسلمين؟ اجيبوني بربكم. لم يكن هنالك وقفا للقتال لم يكن ومن كان عنده دليل فليأت به من ذلك اليوم إلى يومنا هذا خمسة أكثر من خمسة عام العرب والمسلمين يقاتلون والفلسطينيون ينزحون دما وينضحون دما وأبناء ونساؤهم وشبابهم ورجالهم في سجون المعتقلات وقياداتهم كثيرة من قتلت واستشهدوا بفضل الباري عز وجل دفاعا عن أرضهم ومنهم من يكون الآن تحت نير السجون الفلس... السجون الإسرائيلية وهم يرون في كل يوم أشد أنواع صور العذاب ولكنهم صابرون المرأة الفلسطينية ولادة وإحنا بالعراق نسميها المرأة النشمية ولادة وستلد وسيلد إن شاء الله منهن أبناء يكونوا أشرس مما كانوا عليه سابقهم الفلسطينيون بإذن الله تبارك وتعالى أهل حق ولكن هم بحاجة من يقفوا معهم عدة وعتادا مالا وروحا قل لي ماذا تصرف الدول العربية 22 دولة عربية لمن تشتري هذه الأسلحة لمن تشتري هذه المنظومات جاوبوني جاوبوني المن المن تشترون إذا ما تستعملوها ضد الصهاينة والمجرمين المن تدربون جيوشكم لمن هذه المناورات ما اعطى دول العالم برا وبحرا وجوا وتاليها هتبددون تنامون على التبريد واخوتكم في فلسطين يقاتلون يخرجون لهم بفضل من الباري عز وجل اسودا ويقولوا نحن نقاتل اشباح رجل يلبس التراكسود والحذاء الخفيف وبيده بندقيه واحده فقط بندقية فيها ثلاثين اطلاق لا غيرها لا غيرها لا يملك غيرها وحينما يطلق يكبر ويقول الله اكبر بسم الله والله اكبر ويضحى في رأس ذلك الصهيوني العفن ويرديه قتيلا الى جهنم وبئس المصير نعم. تسليح تسليح 22 دولة آلاف المليارات من الدولارات أنفقتموها على من؟ قل لي بربكم أي دولة عربية اشتركت مع الفلسطينيين في هذه المعركة؟ لماذا تركتهم؟ الطفل الفلسطيني يترع يرى نفسه في لحظات في العراء مرمي يأكل من الحشائش وأنتم تنعمون تنعمون بالمال والطعام والشراب ولكنكم تحمون كراسيكم. والله لو دامت لغيرك ما عالت اليك. أين هو الآن برغال؟ أين ذلك المجرم السادات؟ ومن 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 والاسماء كثيرة ولا أريد أن أعدد هذه الأسماء أين هو الآن؟ كراسيهم بقت وهم ذهبوا الى رب سيوقفهم امام الجميع قفوهم انهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بينهم اليوم مستسلمون نعم سمحت الشيخ البياتي شكرا جزيلا لما قدمت في هذه الحلقه شكرا لجودك ووجودك شكرا جزيلا لكم اللهم في هذه العشره الاخيره من شهر رمضان المبارك اللهم انصر اهلنا في غزه اللهم انصر اهلنا في فلسطين اللهم يا ارحم الراحمين اللهم يا رب العزه انصر اهل غزه اللهم اجعل هذا البلد امنا عامرا رخيا محصنا مدفوعا عن الوباء والبلاء وسائر بلاد المسلمين اللهم ارحم شهداءنا وشافي جرحانا وعافي مبتلانا اللهم اجعل تكبيرات العيد ان جاءت تكبيرات تفرح القلوب وإخوة لنا تنصرهم نصرا عزيزا مؤزرا يا أكرم الأكرمين يا ربي إنهم نصروك فانصرهم بحق أسمائك الحسنى شكرا جزيلا لحبيبك المصطفى صلى الله الشيط. عليه وعلى اله ولهذه الدموع الصادقه التي تنهال السلام عليكم ورحمة, عليك. ورحمه الله وبركاته هذه دموع دموع الغيره على الاسلام ودموع الغيره على القدس والمسجد الاقصى ودموع الغيره على المسلمين الذين تزهق ارواحهم يوميا في فلسطين الحبيبه، شكرا لكم سماحه الشيخ كذلك شكري لكل المرابطين والمقاومين والمناصرين للقضيه الفلسطينيه ولكل المتابعين لنا من خلال شاشه قناه الايام في برنامج الدين والدنيا، على امل اللقاء بكم في حلقات قادمه الى ذاك الحين استودعكم الله واسترعيكم في امان الله وحفظه.